صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة،
فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت إله القدير، وهذه سنة جديدة، فأسألك فيها العشمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني
فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه.